وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي ما أنتم عليه اليوم حراسة في سبيل الله. الرباط يسمى في الفقه الإسلامي الرباط، المرابطون في الأحاديث كما جاء، أهل الرباط، أهل الجهاد، أهل الثغور. أنتم اليوم على ثغر، تجلسون على ثغر، تحرسون به الدين كما قلنا. فأنتم اليوم أهل الصبر، كل هذه الأجواء الباردة والجوع أحيانا والبعد عن الأهل وتذكر الوالد والوالدة والأموال والأحباب والأصحاب، هذه كلها تحتاج إلى صبر حتى نثبت. وهذا الثبات هو الذي يجعلنا دائما، يعني هذا الإيمان والعقيدة التي في قلوبنا هي استمرار لمعركتنا. دائما عدونا متى يخاف من المقاتل؟ يخاف من المقاتل إذا كان يقاتل وعقيدته معه، يقاتل عن عقيدة، يقول هذا المقاتل لن يتعب ولن يكل لو بقي في محرسه 10 سنوات، لأنه يعلم ما دام الوقت يجري عليه الأجر يكتب له والثواب، فلماذا يتعب ولماذا يمل؟ أما الذي لا يقاتل عن عقيدة، خرج لأنه ابن عمه قتل أو لأنه بيته قصد، هذا بعد كم يوم يتعب وربما يغرب المال بالمنصب ويرجع. أما الذي يقاتل عن عقيدة، هذا هو المقاتل الوحيد في الدنيا الذي لا يتعب ولا يكل ولا يمل ولا يتراجع، المقاتل الوحيد في الدنيا. وهذا الصنف من الناس فقط هو الذي يخاف منه العدو كله. تخاف منكم الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويخاف منكم الشرق والغرب إذا كنتم تقاتلون عن عقيدة. حتى يسمونها في كتب الفلسفة وعلم النفس، يسمونها النقطة الحرجة في حياة الإنسان، العقيدة. ممكن الإنسان يذهب نفسه لأنه معتقد لشيء أحيانا باطل، فما بالك إذا كان يعتقد الحق ويعتقد الإيمان وما جاء في القرآن؟ إذن سيقدم نفسه رخيصة في سبيل الله. ونحن لنا قدوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبر الصابرين وأشجع الشجعان، في كل شيء لنا قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قلنا مثلا إذا إنسان توفي والده عليه أن يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في ذلك، فهو لم يرى والده ولم يرى والدته. إذا إنسان مثلا فقد المال عليه أن يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا فقيرا. الإنسان إذا مثلا تهم في أهله وصارت الناس تحكي عليه، عليه أن يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام اتهم زوجاته بالتفل، زوجته عائشة بالتفل فصبر. إذا الإنسان مثلا مات له أحد من أقاربه، عليه أن يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده فصبر. إذا الإنسان في كل شيء لنا قدوة، أول قدوة هي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا قال العلماء؟ قال العلماء كل إنسان يعرف أجره في الآخرة إلا الصابر، فلا يعرف أجره إلا الله سبحانه وتعالى. قال يقال يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني من غير قدر معين، يعطون الكثير الكثير من غير قدر. لذلك كان بعض السلف يقول كلما أصابتني ملمة من الملمات أو بلاء من البلاءات فأصبر ثم بعد ذلك نفسي تراجعني، يعني أصبح عندي هيك نوع من التراجع النفسي، فأتذكر قوله تعالى وبشر الصابر، فقط أتذكر هذه الكلمتين وبشر الصابرين. الصابر له بشارة كبيرة جدا. لذلك العلماء كما قلنا أن قالوا كل إنسان يعرف أجره إلا الصابر، قال فإنه يحثى له الأجر حثيا، يعطى بدون تقديرات بدون مكيال بدون وزن، يعطى الكثير الكثير. وأصبر الصابرين هو من يصبر في مثل هذه الأجواء، يصبر على البلاء كما قلنا، ويصبر على الأعداء، ويصبر على البرد، ويصبر على الجوع، فهذه كلها أجرها عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا. كما ترون اليوم الدنيا كلها منعت عنا كل شيء، لماذا؟ يظنون أنهم سوف يركعوننا، سوف يخضعوننا، لأنهم يرون أن بوادر العزة لهذه الأمة ستنطلق من بلاد الشام، فلذلك يحاصرون في كل شيء. أحيانا يتعللون يقولون لا نستطيع أن نبعث السلاح لأهل سوريا، نخاف والله أن يقع بيد العصابات المسلحة المتشددة. أول شيء ما عندنا عصابات متشددة، الكل الحمد لله يدافع عن الحق، ما عندنا متشدد، كلنا سواء بحمد الله تعالى. لكن نحن نقول ما دامكم تخافون من وقوع السلاح بأيدي العصابات، أيضا تخافون من وقوع الخبز في أيدي الأطفال، لماذا لا ترسلون الخبز إلينا وحليب الأطفال والدواء؟ إذن المسألة ليس مسألة تخوفات، هي في الحقيقة مسألة يريدون من ورائها تركيع الشعب السوري، أن يركع ويقول خلاص ماذا تريدون منا؟ والله لقد تعبنا، لقد مللنا، يا أخي جيبوا لنا أي حل، أي رئيس، أي دولة، ما عاد يهمنا، المهم بدنا نرتاح يا أخي، بدنا نرتاح، هذا الذي يريد أن يوصلنا إليه. وطبعا هذا لا يقوله إلا من كان يقاتل لا عن عقيدة، أما الذي يقاتل عن عقيدة لن يقول هذه الكلمة، لأنه يعلم ما دام أنه قائم على هذه الثغور، مرابط، متقدم، صابر، محتسب، مجاهد، أجره على الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أكثر مرة لإخوانكم، كفاكم فخرا أنكم اليوم تجتثون من هذه البلاد أنظمة فاسدة كثيرة بنت مشاريع من 200 سنة، اليوم ترى هذه المشاريع كيف تنهار أمام أعينها. يعني أمريكا بنت مشروع لها ووضعت إسرائيل حامية لهذا المشروع، وأوروبا كذلك بالمشاركة مع أوروبا، إيران الخمينية، إيران حزب الله، هذه التي أنفقت المليارات على الأسد من أجل أن تصبح سوريا هي منطلق التشيع في العالم، تصبح هي المركز الأساسي لانطلاق التشيع في كل الدنيا، أنفقوا المليارات.